أبو العشرين من مايو عام 2024 عام 2024 لأن التاريخ شبه مميز لازم يكون بث مميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل بجميع الله حيهم مرسل حتى ما كانت النية بث صراحة يعني أصدقكم القول بس شفت قراطيس فاضي كذا. أنا إذا شفته أونلاين معناها في حالتين يا بجيبه يبث معي يا بجيبه معي بقاء. صدقنا موعدهم دستن وخليته يسحب عليهم بس ما عليه عادي. وبما أننا قراطيس لازم نروح نلعب فود نيمز. وعليكم السلام طبعا جميعا ورحمة الله وبركاته الله حيهم. عشان البث ما يقطع بثيت على تويتش الحالة ما بثيت كيك. العادة البث بالمكانين بس صاير يخذلنا واجد الريستريم. وشكرا عبد الله راسي وبسم الله وبركة الله ويلا حيهم. عليكم السلام عليكم السلام. ها جاهز راح دست زين بس فكرحت لهم عندي شوف بقول لك قبل التعقيب قبل التعقيب ترى أنا مجهز لعبتي الثانية يعني في أي لحظة يكتملون روح وزهر أو أنا قاعد ناظر ما عليك زين مو مكتملين يا رجال إيش قصدك أنا قلت تعقيبي تفضل أنت قلت تاريخ مميز اليوم أيوة هو فعلا مميز إيه ميلادك يعني بالنسبة لا يا أخوي أحسن أحسن من ميلادي وشو هو تاريخ شو اسمه تاريخ كثير كرهونه ما ادري ايش هي 24 ماي لا دقيقة 92 و 48 ثانية راموس بالله خش الرابط طيب لا اطرد كنت راموس دخلت بالله دخلت البرتقالية دقيقة لا ما تقدر اصلا انا الهوست. عليكم السلام جميعا يلا حيهم يا اهلا وسهلا بسم الله وبركة الله اصبروا كيف اجيك انت مرسل لي رابط غلط لا ما هو برابط غلط كالمة الا والله اصبر يا مسلم طب خلنا نشرح في البداية بنلعب كود نيمز حقت الشخصين اللي لعبناها المرة اللي قبل وشرحنا كيف طريقتها بس على السريع انت لما تدخل اللعبة عندك هذه الخيارات اضغط دائما هنا لليمين شوي وسلدريك بالله واخر شوي شوي بس عليكم السلام وطل ايوه شاطر شكرا سلدريك على راسي الله حياك تأكد اسمع هذه في دجاجة راحت ورجعت ايش قالت قالت باك خذ خذ يا شين ها ايش تبغى طيب هذه الثنتين اقفل البث عشان لاني ببدا بعد شوي ما ابغاك تشوف الكلمات اصبر عندك كلماتك واحده جوين ذا روم عليكم السلام حبيبي ما يدخلني عندك اصبر اصبر كلمه اصبر فانتم تضغطون على هذه هذا طور الشخصين اللي على اليمين بعدين تسوي تبدا الجيم عندك فريقين واحد يدخل فوق واحد راح الفريق اي صبر ايوه إيه؟ بدت الكلمات صح عندك ايه خلاص ما تشوف الحين تسمع ما تحط سكورد على جنب ها اذا هجت اذا هجت ارسل لي ومالك ما حد داري شكرا يا طويل بالقفته راسي بسم الله طيب خش فريق اي انا بخش فريق بي يا معي بالتيم كذاب قايل خش اي والله شكل كلمات حلوة يلا طيب بسم الله على السريع على السريع أنا وياه نشوف نفس الكلمات يعني عنده فيل عنده طباخ عنده طيار بس الألوان تختلف عندي وعنده هو لازم يا شيخ والله أنت روح فلوسك هبان منثورة يا كوبان اسمع 15,000 ما ترجع لك وشو شلت الشاشة شلت الشاشة طيب اصبر شلت الشاشة انتهى ايه استبغى الظاهر اني ليش صوتك تو تغير عندي هو مغير بالشات ورجعته ما عليك خلك صمت كان صمتك في ال... ها حتى الديسكورد تغير ايه تغير الديسكورد تغير بكل مكان صوتي خلاص ايه هو يقتحم والله. الجهاز ويبعثر الدنيا كذا فكرة البرنامج اصلا رجع لك فلوسك يا من ده طقرخ خذ سكيب طقرخ شكرا على اشتراك طيب نرجع نشرح باختصار انا شرحناها قبل بس بحاول اختصر نفس الكلمات اللي قدامي هي نفسها عنده عند الثاني بس الالوان تختلف الالوان تختلف في اشياء مشتركه يعني مثلا هذه الخضره الكثيره عندي في ثلاثه منها تكون خضره عنده نفس الوقت بس ما ادري وش هي والسوداء الثلاثه اللي عندي واحده منها عنده سوداء نفس ما هي عندي واحده منها عنده خضره واحده منها عنده بيضه وأنا لازم أضغط على الكلمات اللي تكون خضرة عنده هو
اللي يلمح لها هو، بمعنى ممكن يلمح الكلمة تكون سودة عندي زي هذه وعادي أضغط عليها لأنها عنده خضرة، وهذا المهم. بس هذا اللعبة بكل اختصار. سويت حط كلمة أنا تدري ما حتى ما ركزت بالكلمات وبس، وشكرا على اللي اشتركوا. ارفع صوت قراطيس ابشروا. يلا بسم الله على بركة الله. كيف ما فهمت أحسن. ما أحتاج تفهمون. تفهم تفهم مع اللعب. تفهم مع اللعب. وشكرا وعليكم السلام جميعا ويلا حيهم يا أهلا وسهلا. طيب خلنا نشوف الكلمات. فطيسة was taken. اسمع نعيد. فطيسة was taken. لا 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 حلوة. طيب مش رأيكم في هذه؟ أنا أسمعك. شو يفل الصوت. شوف أنا باحتياط ما نبقى الكلمات بس هم يشوفون عشان مش أنا محدد عليه. اسمك إيه بقى؟ صح ما ينفع تقفل الصوت. اسمعني من هنا. اصبر. معقولة. اصبر اصبر. أنا 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 اصبر نبغى لهذا ولا بس في هذه في شاتوتة. اسمع. شاتوتات دائما. كلماتك حلوة ولا رست؟ ودك انا بقدر يا كلب يا رجال بقدر أجيب... انا بقدر لا تجيب يا اخي عندي اكل عندي اكل اقدر اجيب لك اكل كثير بس في كلمه تمر ضعفه في قرصان تحت معك هي ما ادري والله يلا بسم الله اوه يا شيخ هذه الكلمات هذه الكلمات انت بسم الله تكتب على طول من هنا من هنا ها 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 اصبر 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 في اقدر اجيب اصبر 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 دقيقه شلون ادحش ام ذا الكلمه معهم اصبر شوف هي بتهج لا 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 روح عليكم السلام جميعا رحمه الله يا ويلي يعني تلميح ما حد يفهم الا انا اهلا وسهلا اي ما يفهم الا انت كيف حطيت تحت ضغط يا اخي ايوه وعليكم السلام يلا الحين معليش ما ركز معكم واجد بس بركز بالكلمات شاي بلاحق لينشن دائما لعبه انا 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 ما اقنعتني يا سيميلان انا 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 ان شاء الله ما يمدي الظهر سكوات ستريم عليكم السلام يا ايش انت مسدس مسدس يحتاج لرصاص بس ما احس يعني تبي معقوله تبي الله عندك الموضوع انا ما له علاقه عليكم السلام يا ساولو هذه لا 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 تشغل بث انت كرتون يطيح لك من كرتون ها كرتون اصبر انزل لك بتريات تخليها 2000 يعني اوضع من كذا ما في شنطه برصاص فيكا اقدر انزل الفريمات ونص بث لا ما صار السبايك يروحون يلحقوا لينشن دائما لا اديها عاد ايش التعد نتهم سيء قلب شو تخربت عليهم النت اقطيع احسن هاكم السلام يا السبراني يلا حياه يا اهلا وسهلا شوف انت حطيت ثلاث وانا كم حطيت على واحده واحد اثنين اقرب ثلاث ثلاثه اربعه اي معناته اتمنى انك ما وديت على واحده سوداء عشان لو غلطت يعني عادي قد راحتك سوداء حمراء عادي نلعب جيم ثاني عادي يا مطور يا مطور بعدين انت تحب تروح له دائما ملك ملوك الانشنت بعدين هو يا أن ناخذ الانشنت من صندوق كرتون هذا او انه بس الرصاص في انشنت ما فيه رصاص ناقش فيه بعد الميج الهنتر اجل شوف الهنتر انشنت وما يعشق الرصاص بشيلها بروح من ما ناخذ من الانشنت من صندوق اوكي الله بارك انشنت بعد الجيم اشرح لك يا ايوه ارقامهم الوحيده اللي فاهمها بس
اي وش الوحيد يعني انا غلط؟ لا اقصد يفهم وش معنى ancient بغض النظر وش الكلمات المقصودة. عرفت؟ طيب عندي اغنية قاعدة تشتغل، انا ما قفلت المقطع. اصبروا. ايوه وش عندكم اقتراحات؟ ها والله تجي 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 والله. صار في احد قالها بعد قبل طور هذا ما فهمته، وانا اشرح كل مره وحالتي حاله، بس انه سهل. ابغى اجمع هذه وهذه. انا سويت ميوت وما يسمعني بالدسكورد، ان شاء الله انا كاتب اوجن حلوه بس ما اتوقع هو يعرف وش سالفتها. هذا قلم هو نفس اللي قالها موحد حقتك يا معيوف، اختي قصه حنكة ما اتوقع بيفهمها من الناحيه. لا لا اصبر اصبر ابي جرب على مخ. بلا يا ابو دص هل الكاتب عمل؟ صح تجي والله. تبغى ما اكلمك ما اكلمك لا لا انا مستحيل بكلمك زي كذا بصير تلميح فعلا. معليش انا ما انتبهت يكتب بألعن. طيب كاتب يحتاج قلم. طيب روح لا غريب كاتب يحتاج قلم وانه يكتب. بس هل كاتب يكتب قصص قصة؟ يلا انت قسنك. لا طيب عليكم السلام يا ثام. ما انتبهت يا جماعة والله. شوف كلمات الباقي زفت فانت تستلم الدفع. دورك وضعي سيء رست. لا لا انت بلا سير اجتمع تيم ديستني. طب اصبر خليني اجيب العيد بعدين كرشني. لا لا ابغى العذر قبل ما نخسر. نشوف عفوا اجتمع الستة بدونك. ليتس جو. كذاب اتوقع حاتم ما يلعب. لا لا يلعب معك. لعبة عنده أوت بيك. وش دخل هذه بهذه؟ أوكي عرفت الأولى بس الثانية صعب. عليكم السلام فيصل. خمسة نحاول بجكرم بالله هي دخلها معكم. شوف أنا ما أفكر زي كثير. أروح سيدة. أروح سيدة للكلمة الصح وأقفل. كذا نظامي. الأوفر ثينكينج ترى ما يخسرك في بعض المرات. ايه بس احيانا تكون الكلمة كذا بعيدة. شوف جوارديولا كم مرة اللي قام لما حاول يتفلسف بعدين لما لعب صح في الشامبيونز ليج فاز بدون فلسف. حلوة. ذكي يسأل البوت. قول كذا يا رجال. حلوة يا بودس. حلوة ما أدري إذا أنت أول مكتب ولا لا. حلوة بس أنا ما شفتها بعد ما أصبروا بزيد الإضاءة لأن ما أشوفكم زين. أشوفكم ظلمين. لا ما عليك عندي الموضوع. إذا بيصير عرفت الدورة اللي بعدها يعني. والله أنا بكتب له رد هيثم كذا بيفهم شو أقصد.
ابو شاك فيه يفكر معي بصوت عالي انا غششك يا اخي. ما ادري ما ادري وش تكريم. في كثير ناس يتكرمون, مصارع يتكرم, الشخص اللي يعمل يتكرم على عمله. شوف اي واحد منهم ولا عادي, اذا ما في شيء اكيد تقدر تسوي عندك شيء. انا ودي اسوي عند سينك الخادم يتكرم, يعني ما ادري كل الناس يتكرمون هنا, فبسوي عندك سينك. ايوه بعدين يا كوبا والله ما غابت عن بالي يا عمر. عندي كلمة اسم رائع تبغى أعطيها واحدة لا أصبر أصبر خلاص أصبر. عندنا 4 تلميحات وخمس كلمات, يعني لازم واحدة من التلميحات نجيب فيها دنتين. بسيطة بسيطة. عندك الموضوع, عندك الموضوع. ما تنفع يا عمر, أحس بيفهم واحدة بس مو فاهم الثانية. قول وش دخلها بالبلاغاندو عارف. هذه المشكلة. شكرا يا جوجو 22 الاشتراك, اهلا وسهلا على راسك. المشكله محسوبه كلمتين, انا لازم اكتب كلمه واحده الا لو كانت هي في اصلها. تقراطي ضد الدمان ضد اللعبه. وعليكم السلام يا علي مامو, يلا حيه صح. قص بعد فكر فيها تفكير ثاني. ممكن 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 ممكن. أبي أشوف إن حقة بودس بتسهل أكثر من لا قم أعطيك تقدر. والله والله هذه أنا عندي واحدة والله بس هي من الشات سوبة لهم طور جديد. هو قديم بس ما يلعب كثير, هذه ثاني مرة نلعبه اللي هو طور شخصين بس. هذا علاء الدين مفروض. إيه عليكم السلام. علاء الدين جني. ما أتوقع بيفهم المقصود يا موهد. الجني هذاك يخدمك يسوي لك الشيء اللي تبغاها. إيه هذا جلتش يا أبسط. هذا ادي انا بتوقع هذا قبل سنتين اني خادم خطا صح. ايه طيب. شاحب لان جني. انا الشاحب صدقني. طيب اصفر 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 هذه لازم اجيب لك اياها. فيه باعوص. أنا بقي لك كلمة واحدة خلاص, تخلصت من ضغوطات إني لازم أجمع لك ثنتين بس الموضوع عندك, أو إنك تلمح لي على كلمة كلمة بس. خمن من القديمات. مو بشرط تخمن القديم, يمكن أنا ما أعطيتك إياه ما تدري. ونهبد يعني هبدة تصير. طيب شوف 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 شوف. ايوه جلطني. اصبر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, اهلا وسهلا. وش الكلمات اللي انت محتار فيها وبعطيك واحدة حلوة؟ اصبر اصبر صدق المرة الجاية لازم نبث كلنا. عندك يغشونك بس بيشوفون كلمات عندي وعندك, واللي مصوت كذا لا ما تنفع كنسل.
ترغش تلقى له تأدب بيلها كاستم خمسة خمسة رجال ايه يا شيخ منول اتوقع هذه مشكلة فيها هذه ممكن غششوا اعتمد عليكم ايش رايكم بالثنتين هذه شبه اتفاق على هذه اوكي هذه ما جت في بالي الا منكم صراحه هذه وارد بسم الله فنانين 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 يلا باقي كلمة عندي وكلمة عندك يقول أحسها هذه ليش لك هتجيب لك الشايب صدقني ما راح أجيبها إيش تروح يعني عملاق ما في إلا هي يمكن يقصد عكس إلا طيب كيف أشرح لك الأخيرة هذه كلمة واحدة مرة أنها سهلة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول لك المفروض ما أدن كتبت بعدين يا أخي تدري كنت بكتب أيوة. كنت بكتب مضاد أو ضد طيب ما كنت بفهم صدق ضد أيوة. يعني واضح أنه ضد أو مضاد للرصاص صح إيه أوكي مثلا ضد الرصاص بس وش الثانية إيه سبيكة أنا أفكر بالثنتين طيب هذه يا طويل العمر كذا تفكر بكلمة واحدة والله زين اني سحبتك عنهم من الريد واضح انك بتكون نكبتهم ولعبت كذا ما انت في لياقتك يبغالك جيمين بقاء يبغال اصبر يبغالها مع بق بق يا مدير في البيت شيبل عليكم السلام عبد الملك مسكني خايف تروح شيء ثاني انت شوف اقرب شيء ما ابغى اعطيك تفاصيل كثيرة من بيفوز وكلنا مع بعض يعني نفوز سوا يعني نخسر سوا شوف ديفل موجود يعني اكتملوا باقي انت خلص أنا. كلمتك وشد معهم خسركم يعني وروح هات. وهات خلني اروح اقامر على الروسي طلع فلوس الارض ديفل يقولي بيجي كودنا بيسحب عليهم راح 8 وراح يلعبون كروسب عرفت ليه يا ديفل امس يوم تقول لي ليش ما تجي تلعب دستني عرفت ليه لا توترني انت على خادم ليه قاعد ساعه يا اخي اتوقع تروح عمل لا بس اقرب شيء خادم اقرب ايه يعني بطبيعي لو انك تبغى عمل بتكتب لي والله معلم اي عمل ثاني ما له علاقه بمحامي ولا له علاقه بهذا ما عليه فزنا تروح تلعب كروسب معهم لا احنا ما قسم واحد على الريد بس هم ثمانية شو هم ثمانية؟ ما ادري كلام ديفل القروض خلها يولي بس تقطع عندكم والله ما ادري اذا قطع عند احد ولا لا عليكم السلام يا برنس الله حيا طيب تروح اي واروح بي شوف تأكد اذا ناقص طب معهم شوف الوضع واذا هذا ارجع اذا يمدي او اني بحاول لعب الروسية يعني عادي الوضع هذه ميزة انك تجهز كلمتين لعبتين ما عندي البث ما كويس يا ساتر خلاص تبي ايه. لا لا برك اوكي مبدئيا كذا طلعت معي كلمة كلمتين كلمتين يعني كلمة قاعد أكتب عليك نظر حاد وعين يبي يروح ثالثة خلاص حاط لك اثنين بالله والله أنا حسبها ثلاثة
على ما أفكر باللي بعدها. اصبر. بعدين انا 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 تبغى وش في شيء مغربي بعد؟ ادري علمك تلعب عنك في اسد مغربي الله ياخذك شو سويت في كلمه في بالي بس انه ما بيحطها لا تروح اللي في بالك راح الصح بكل بساطه شكرا السلام شكرا عليكم ألفت. اخ يا رب ما تكون هي والله ما حطها انا ويش طيب وصل خلينا نفكر خلينا نفكر فكر خذ راحتك ما عندنا شيء سوينا ثاني جيم 20 دقيقة ايوه يا اخبار الشات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا حيا اهلا وسهلا اوه بالله بسم الله جهز الصرخة بسم الله ما فكرت فيها كذا خلاص اصرخ ما عليه لا 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 تدري بصرخ لو انك جاوبت صح لكن غلط عادي ايش هو هندور او والله انا يا رجال طز بالجيم خذ ايوه الحمد لله بخير اخبارك على فخل اشرح لنا وجهه نظره لا ما بتسمعها بتنجلط اكثر خله ساكت خله ساكت ثقيل يا اخي ما اضربك وش ثقيل ما ادري يا اخي الحوت ثقيل الاسد ثقيل الكيلو يعني ما ادري قطر خفيف يعني قصدك عكس عليكم السلام ورحمه الله انا سهل ثقيل تصغير مايك معي مايك بث مايك ثاني يقول لك السمبوسة ثقيلة على البطن بسلة ثقيلة في السوق ايوه ايش عندكم بعد شيء ثقيل هاتوا سور ثقيل لا والله كلمتك ما شفت كل شيء شايب ممكن انا استعجلت فيه بس لحظة ليه محدد قطن انت اوكي يعني بغض النظر عكس ثقيل لا منطق ممكن تكتب عكس اي صح طيب مبدئيا تعالنا بالله حلو بس ما لك بحطها في الحسبان عادي رح بس دبل جازين انا اللي بروح معهم ابغى اقول يا جماعه مثلا كذا اصبر هذه من الهذا وهذه للهذاك بس ان في هذه ها ممكن في هذه بعد اللي عرفت يعني اعطيني اشياء صعبه القم دبل قاعد ينتظرك الصين سور الصين العظيم بس عندي موضوع ثانية يا طويل العمر بعوضة اللي تنقل الوباء اللي دائما مصدر الصين عرفت أو عشاء صيني أو تسلا فيه شركات صينية وعندهم مصانع في الصين وتوا موقع معهم وش راح يسوي الصين وأمريكا تعتبر يعني دول عظمى في العالم فيك من الصين فرنسا الصين أول مصنع الورق تعرف من أول مصنع التايم أوت أنا أتبع الإحساس دائم أتبع الإحساس
ايش يبيع ايلون ماسك بالصين؟ بلا ما شايف غنم الصيني بلا. في هذه لازم عرفتي. السلام يا محسن ضحية. هل الحوت يعتبر مفترس؟ جرب تمر جنبه، رحت برا البحر وشوف أكد مبدئيا. هذه جحف في هذه الحوت مفترس. ايش بسوي الحين؟ ايوه روح للثقيله. ايوه تدش في شيء ثقيل هنا. ايوه ما في الا رافعه. قطن وعود وزهر مخرج ورقه. أصبر. ثقيل 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 ثقيل. أخي تلميحك يعني ما شاء الله تبارك الله. نفس النصيحة اللي أقولها لك دائما، لا تروح الأقرب شيء يا عند قصن، موضوع إيزي يعني. حلو ثقيل صح، الحلو ثقيل بعد. ثقيل كيفك يعني؟ الحمد لله أني ألعب معك ولا ألعب معهم. اصبر 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 خذ راحتك. لا ارجع ارجع لها بعدين. توقعون يا جماعة الحين ما يسمع، توقعون اكتب هذي وراح اشرح يجيب هذي اثنها برمضان اخر الايام، هذي قبل العيد ولا صعبة. وعليكم السلام يا سعودو. أنا ما أدري شلون جابها من البداية، ما أدري شلون ما جاب هذه أصلا من البداية. لا صعبة لا لا يبي لها ذكية، وش قصدك؟ صح بروح هذه ما شفناها. رنسا شوي ميوت صح؟ رنسا عندهم سمبوسة. طيب قطن لاقة أقدر أجمعها. بلا العافية تلعب ولا نجيب هذاك؟ لا بيخلص الجيم بيجيكم ما عليك. هاكم السلام فهد الله حيه. جاي جاي اصبروا. واضح ان تتوقعون انها على الكلمة الثانية صح؟ وش الكلمة الثانية؟ ايش تبغى تتوقعون؟ بعدين حطيت ميوت قاعد تشرح لهم انه بيقدر يجيب الكلمة الثانية ولا لا. ما عليك من اللي قلته، اسحب عليه. جلوان غير مكد هذا طور مختلف، طور شخصين بس قديم هو موجود بس ما حد يلعبه كثير. هذه ثاني مره نلعبه في البث، لعبناه قبل 3 شهور يمكن اربع شهور ناسي متى. هذه المره عاد يهبد راحتك. نرجع لثقيل. شكل قطنه كانت مع ثقيل انها عكس. انك سألت ليش قطن؟ يعني واضح انه ما كان في بالك. وش الشات؟ خلنا نشوف جبنا شيء اصلا ثقيل حنا ولا لا. ايوه هذا طور اللي ما عنده اصدقاء بالضبط. طيب خليها بعدين. هلو كتبت ودك تفكر شايب مرة؟ ايه ودك تفكر ولا لا؟ عطني اللي تقدر عليه. يب استعنى بالله. اصبر هذا مش في شيء اقرب يا جماعة. واتوقع انه يقصد شيء موجود او
يستخدم بكثرة يعني عندي وعنده هو. ممكن حتى هذه الصدق ممكن يا علي إيزي شوف هذه وهذه والله ما أدري رايكم أنا رايكم يضغط أحسب أسباب التأخير عشان أول ما واحد يقول إيه أكون قد ضغطت عرفت سمعت كلامه بسرعة ها أنا سويت سوى أنت كذاب سوى أنت يعني ليته راح شيء غلط لا أنت سيدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لازم تجيب ست كلمات الحين أسمع ترى خلص جيم الكروسوف بالحقهم لازم أعطيك أنا الحين لازم أعطيك لأن كلماتك تقريبا تلمحت لها كلها لازم أعطيك اللي عندي يلا عطني اللي عندي لازم أنت ما عاد يمدي صح؟ خدت الاحتمال الأخير ما عاد يمديك تلمح خسرنا أنت بقالك لا في sudden death آخر شيء بس إنه تقريبا اللي قمنا يعني باقي خمس كلمات ترى سهلة من كلماتي الحين بقي لك ثنتين وبقي ثلاث عندك أنت بيجيك الدور يعني بعد ما أوقف أنا إذا 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 غلط أو إذا جبتها كلها وأنت حل لا أبغاها جلدي شلون تعرف كلماتي بالحنكة ماك شوف كلماتك لا ما يشوف البث بس عنده هو نفس الكلمات موجودة عنده بس بألوان مختلفة هو يعطيني الألوان اللي عند الأخضر اللي عنده أنا أعطيه الأخضر اللي عند طيب سادة انت عندي الموضوع بس خلوني أعطيه ميوت شوفوا أنا قلت لكم أن واحدة من السودة الثلاث لازم تكون خضرة عنده فاحتمال أن إيموت يقصد بعوضة أنا لازم نضغط واحدة من الثلاث هذه هذه نقول بعوضة وعود حط ميوت روح قول شوف 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 لا شوف شوف خلص معي خلص معي خلص واحد اثنين ثلاثة حلو حلو غلط حلو غلط بالله شاخر واحدة ماشي مخرج مخرج ما أدري وش بالله يا حرام أوه نو قهر خسرناكم لو أنك صابر ذا لو أنت لمحت المخرج وشون بتروح سمبوسة وباقي واحدة ولازم واحد فينا يلمح يا أنا يا أنت تقيل على البطل تقيل على البطل تدري تقيل تقيل أنا أقصد رافعة كنت بكتب ضخم أي رافعة رافعة شاك فيها من البداية بس إنها سودة عندي حوت وأسد بس إنه لو أنت غلطت بهليكوبتر بعد ما لومك لأن هليكوبتر بعد شيء ثقيل بس أنا ما ركزت هليكوبتر ورافعة بس قطن ما مستحيل بروح لك شيء عكس زي قطن مستحيل أن بلمح كذا بلمح الشيء الواضح يعني. زين إنها يعني خضرة وده تعال 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 تعال, 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 تعال. قبل تروح لهم تعال تعال أنت رحت حمام مغربي وش فيه شيء ثاني مشهور فيه المغربي بالذات عندنا في السعودية من الكلمات الموجودة سمبوسة رح معهم رح سريع 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 لا أجي أحش السمبوسة في عينك وشو ولا شيء خلاص وشو شيء ثاني رافعة لا تخليني أقول كلمة في بالي رافعة من اللي يسوي الرافعات مو بهي تتسوى في المغرب على كيفك خلاص رافعة يا خي تدريش قلت يمكن قصدك أيوة. مغربي المغرب يعني صلاة المغرب صلاة العشاء أيوة. فهمت؟ اها بالله ذكي مرة اوف والله فنان يخرب بيت شلون فكرت فيها كذا؟ اي والله راح فوق السلامة راح المشكلة اتوقع انه حتى هو اللي حلقه مغربي بس لا 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 اكيد سمبوسة شفيك؟ فرنسا مستعمل ليه تراح فرنسا اهون وخاصة في فرنسيين كثير ويتكلمون المغربيين يتكلمون فرنسي في قصدي مغربيين كثير فرنسا يعني منطقية شوي بس عشاء ما يعني كان ما لها علاقة عموما كويس ان لحقنا على جيمين يا رجال ست حلقك راح يلعب معهم انابل تو تايم ما تويز يخرب بيت القوة انا راعي القناة يا مدير
والله enable to time out ما اقدر اطعنا. مطعون اشوا راح العب معهم راح العب معهم. خلصنا يا جماعة الحين نلعب لعبتنا الثانية وبتكون لعبة قمارية رهانية اكثر سفالة حتى من كود نيمز. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اعطوني ثواني على ما اجهز اوضاع هذا الصفحة. تروح هنا هذا الصفحة روح هنا. خرائط لا للأسف ما في خرائط. شو مطعون يكتب لا خلاص صارت كذبة. تقدر ترسم في الكلمات. دائما أقول إني برسله بالديسكورد وأنسى للأسف بس إن شاء الله أتذكر بعد البث. طيب خلونا الآن نزيد البتريت لأن اللعبة بتختلف. روح يا طويل العمر وتقول له 5000 وإذا قطع نت هيمان مع نفسه. أتوقع من الصوت عرفته وش بلعب. وين شو اسمه؟ شو اسمه ذا؟ كناوي روسي. نعم استلمكم واحد واحد. تعالوا تعالوا فوز يخسر واحد يعني يفوز اثنين يعني يخسر عشان ما نطولها ومعك دقيقة واحدة. على بركة الله على بركة الله بسم الله على بركة الله. أنا لعبت اللعبة 700 مرة منطقيا المفروض أني ما أشرح بس بشرح. أنتوا قدامك واحد ولازم واحد منكم يقتل الثاني وعندكم سلاح وبيوريك رصاصات بشكل عشوائي يعني تكون ثلاث رصاصات حقيقية وأربع فاضية مثلا وانتو حظك يعني إذا جاك الدور ومسكت السلاح انتو حظك يا توقع أنها حقيقية وترمي يا توقع أنها فاضية. الفاضية الأفضل تستخدمها على نفسك عشان تلعب الدور اللي بعده لأنك لو استخدمتها عليه وصارت فاضية بيجيه الدور وبيجلدك وهكذا. فبسم الله وعلى بركة الله خلنا ناخذ أول واحد من الشات. بحرف في اسمك معليش. اعذرني اهواك. يلا روح اثق لازم تثق. طبعا الرهان على الثلاث راوندات لما نخسر نخسر راوند واحد نوزع بس الفوز لازم نفوز بالثلاثة. اذا فزنا بالثلاثة وزعنا قبل نكمل دبل اور نثق. بسم الله هاوك اهواك. نعم بس ثلاثة حقيقية الحمراء هي الحقيقية ثلاثة حقيقية واربعة فاضية وهذه ايتمات تساعدك. هذه تخلي تربط راوند كامل بحيث انه حتى لو لعبت وصارت فاضية تقدر تلعب مرة ثانية. وهذه تسرق شيء من عنده ما تقدر تسرق اللي تسرق يعني هو عنده هذا الايتم اللي يسرق بس ما تقدر تاخذ. تاخذ المكبر تشوف الطلقة فاضية لونها رمادي فتصير فاضية فاستخدمها على نفسك عشان تسكب راوند وتلعب اللي بعد. حلو الآن بكلبشة وبرمي بثنتين لكن شوف الحنكة فاضية فاضية. أبى أدخن هذا يزيد هيل فما أبغى أدمجه ويسرقه مني ويهيل فبستخدمه حتى لو أني ما استفيد منه لأني أنا فل بس عشان هو ما يأخذ. ثلاثة فاضية ورا بعض لقمنا لقمنا وطلع الرابع الفاضي يعني الثلاث الجاية كلها مليانة. كانت أربعة فاضية ثلاثة عادية الأربعة الفاضية كلها طلعت من السلاح خلاص. شوفوا الحين بقي ثنتين لو أنا ألعب ودمجه بيجيه الدور بيدمجني بيفوز وش نسوي؟ طلع رصاصة بقي ثنتين عادية طلع واحدة ولعب الأخير عشان ينتهي الراوند بس خلاص كده أحسن عشان ما يجيه الدور ويفوز عليه. إذا انتهى الراوند يجي دور رصاصات جديدة وتجي آيتمات جديدة. بسم الله على بركة الوين. هذا الآيتم الغريب يعكس طلقة إذا كانت فاضية خليها حقيقية أو العكس. الترتيب ما شفته أعطوني الترتيب الله يعافيكم. ثلاثة
3-3 يعني 50-50. أبى كلبش وبعطيه ثنتين، لازم واحدة منها تجي صح. إن شاء الله ما تجي ثنتين فاضية ورا بعض. تكفى يا مطور. بوم. تكفى يا مطور. الجاية إذا فاضية لقمنا. بوم. ألقم يا قاري. ألقم يا قاري. هذا راوند. بس ما فزنا بالجيم كله. لو خسرت كان خسرت الجيم كله، بس إذا فزت لازم أكمل الراوندات. عشان صعب ال الرهان. منها سوي عملية موازنة، لأن دائما كل راوند أنا اللي أبدأ، فلك أفضلية إنك تبدأ. بالمقابل تخلي الفوز لك من 3 راوندات وهو من راوند واحد. بترصاصات من يسار ليمين. هذا الترتيب اللي قدامنا عشوائي، ما له علاقة بالترتيب اللي بيجي في السلاح. 4-3 هي صح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 4-3 خلنا نكشف. فاضية. هذا الايتم اللي زي الحبوب بنسبة 50-50، يا بيهيلك مرتين إلين يعطيك أو بيدمجك واحد. هذا إذا بتغامر مرة تستخدم. فاضية اللي كانت 4-3، طلعنا تيم من 4 الفاضية. احتمال كبير إن الجاية تكون حقيقية. بتقول بسم الله بوم لكم على عينك. 2-1 عند اللي تسرق، ممكن يسرق مني هذه الحبوب اللي 50% تهيل 50% دمج. إذا خذها وهيل بيحد حيله طبعا. يا مستوى اليوم مستوى تكفى يا رب فيه. أصح وكاشفها بالكشاف، أعرف أنها فاضية. كشف الثاني مستوى طول عمره 10/10 والكمباك يطخه. حلو شافها. الحين هو طلع واحدة فاضية وأنا ثنتين فاضية، واستخدمنا ثنتين حقيقية، معناها بقي حقيقية بقي واحدة كذا واحدة كذا صح. على الله على الله على الله. بوم. كان بقي واحدة كذا واحدة كذا، بس الحمد لله من حظي. عليكم السلام يا أبو دحة. أبي لما سرق الهيل ما يبغى يغامر، كان ممكن يموت. آخر راوند آخر راوند. وش الايتمات؟ بسم الله. حلو حلوين. 3-4 احسن ايتمات ممكن تجيك في تاريخ اللعبه كلها. كم الهيل؟ 3 هيل. 2/3 اذا حطوا مالتي بلاير من اول اعتباري هيمان. الناس الواحد بتشيله هو بينتحر ما يحتاج تقابل. هذه الدبل دمج يعني. شوف خلنا نكشف الطلقه الحين. طلقه فاضيه. طيب مشكله طلقة فاضية وعندي سراقية. مدري أسرق منه الهيل ولا كلبشة. لا بسرق الهيل، ما أبغى يهيل. كان بدأ ما عندي اللي تبدل. عنده هو. لا 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 لا، ولا كلبوشي ولا شيء، ما أحتاج الحين أكلبش. إن شاء الله إن شاء الله الجاية تكون حقيقية. بغامر بالدبل يا رب. حلو 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 حلو. كانت 3/2، استخدمنا واحدة حقيقية. ظهر ما عندنا تسرق صح؟ ما اقدر اسرق الدخان. بس ايزي فزنا فزنا. عليكم السلام وخلود. يلا حي زنبل جيم. كان كلبشته مرتين. ما تقدر اذا كلبشته مره وانتهى الدور اجباري يلعب، ما تقدر تكلبشه ورا بعض مرتين. بسم الله وزعنا فوز. الحين نسوي على بكمل بالدبل اور نوثينج. كمل والرهان بيصير عليها او التحدي. يلا جلدي معك دقيقه. بسم الله عطني دبل دبل. راوند الاول كيف لايت مات. نكمل صح. يحبوب مشروب. المشروب يطلع الرصاصة اللي بالسلاح. لو أنت ما تبغى تغامر ترميها عليه ولا على نفسك فهو يطلعها لك. 3-3 ولا 3-4 ما شفت الترتيب. والجوال تدق على الأكسل يعلمك واحدة من ترتيب الرصاصات وش هي حقيقية ولا فاضية، بس ما يعلمك الأولى زي الكشاف. يعلمك الثانية الثالثة الرابعة الخامسة غالبا نروح بعيد. عليكم السلام جلال الله حيا يا هلا وسهلا. 4-4
أربعة أربعة سابعة حقيقية. قصرت قصرت. خلنا نطلع واحدة، بحاول أخلص الراوند بسرعة. اللي طلعت فاضية، خلنا نقول الثانية إن شاء الله حقيقية بإذن الله. بوم رجال رجال رجال، والله ماشي معنا يعني الحظ كويس حتى الآن. فرغ واحدة فاضية كلبشني، فرغ الثانية حقيقية. أوكي دق على الأكسل. ليد أوه عنده دخان. أوه انتبهت. أيوه يا رب. كم خلص هو ذاك؟ قال السابعة حقيقية، هذه اللي بيرميها عليه السابعة. حلو 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 حلو. بس أنا مكلبش ما أقدر ألعب، بيلعب راوند ثاني. أيوه هذا هذه السابعة أظن. يوم هات 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 عطني عطني الخيرة، برميها عليه بكل الأحوال حتى لو كانت فاضية. أصبر 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 أصبر. بنهي ملقم ملقم السبك. ما هي اللنت. أوه كانت حقيقية. حلو الحين انتهى الراوند صح؟ ولا باقي؟ لا تمام. شوف إيش عندنا آيتمات. حلو أنا أحب هذا اللي يكشف. حلو حلو حلو. أحب رصاصة القليلة، في واحدة بس حقيقية بس عند اللي تعكس يعني الثنتين الفاضية يقدر هو يعكس واحدة منهم ويخليها حقيقية. طيب الثانية فاضية. حلو الثانية فاضية وهذه بتعلمنا الأولى. الأولى فاضية بعد يعني سكب ثنتين، الثالثة هي الحقيقية. أجلد وفوز بكل بساطة. وهذه اللعبة جاب لعب اللعبة أكثر من شغل مطور عليها. ما ودي أقول إن في ناس يحرقونها حرق من يوم نزلت، ما يلعبون غيرها. لا 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 ولا هيل ولا شيء، خلاص فزنا. بقي له طلقة. بوم هنا. يلا 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 اللي بعده. الراوند اللي بعده. هذا كان الراوند الأول ولا الثاني اللي خلصناه؟ كان الأول. أوكي يوتيوبر لعبة قبل تنزل بالستيم، هي نازلة قبل الستيم فترة مشهور حتى أكثر من سنة، بعدين نزلت على الستيم. طيب هي الثلاثة ثلاثة، رصاص اثنين اثنين. تمام وعندنا ثنتين اللي تكشف. المقابل عنده هيل، هذا شيء سيء. إن شاء الله أن هذه فاضية بعدها فاضية يصير ما بس لا ما استفيد ما استفيد. طيب الحين راح الطلقة حقيقية وراح الطلقة فاضية. عنده بيجيه الدور، عنده بقي له واحدة فاضية واحدة حقيقية بس ما يعرف وش الترتيب. أوكي بيطلع واحد. أوكي طلع الفاضي يعني الجاي حقيقية. بيهيل وبيجلد. أتوقع أن هذا الراوند اللي بلقم فيه إلا لو الآيتمات الجاية بتصير تنقذني. يلا 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 تكفى مطور. أبغى هيل وأبغى دبل دمج. دبل دمج حلو، هيل حلو، مكبر. ما عليه ما عليه ما عليه. اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة وعنده كلبشة. لو جيه الدور فاز. اثنين ثلاثة اثنين حقيقي. طلعنا مزيفة. تمام دخن دبل وجلده. بغض النظر الجاي حقيقية ولا لا بدبل، لازم أغامر. بسم الله. ثلاثة اثنين واحد. يعني عطيته الدور وخسرت دبل، كلبشني وبيلعب مرتين وبيدبل. متنا متنا خلاص. بقي له دور ثاني بيلعب. كلهم المطور ما اعطاني كشافية. العب مرة ثانية. الله يهد حيلك العب يا
رب طقة وزع بس قالك طقة. اوه 45,000 سي تنشي عليه علولي اللي بعده. اجان 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 فوز يخسر بسم الله. يلا يلا جلدي 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 اعرف اني ما اخسر مرتين وهذه الثانية. بوك 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 واظن ما يقبل اكثر من 5 حروف بس بنجرب. اي ار ما يجي لا يجي بس ويلك ما تصوت ازرق. مصوت ازرق اصلا تمام. طيب عندنا الراوند الاول بسم الله على بركة الله. حلو حلو بس عند اللي تسرق استفدنا شيء. 2-3 2-3 وما في اي شيء يعلمك شو الترتيب بس افترض ان الاولى فاضية. حلو والثانية فاضية عشانك. يا اخي منطقيا بالعادة ما اجيب واحدة كذا واحدة كذا واحدة كذا يحوس. هذه فيها 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 يا مطور. الله يهد حيلك الله يهد حيلك. وش الخسارة السريعة ذي يا ثام تستهبل بالله. ذا مستوى صاحي انت يا حد يلعب اللعبة كذا يا لعب زين ولا خلنا نختار اسم ثاني. سوي حنكة يعني لا ايتمات ولا قراءة مشهد ولا ترتيب. يلا اللي بعد اللي بعد صوت. انا قلت لك ما اخسر مرتين بس اللي قبل شوي اسمع. انا ما تقمصت شخصيتي الحقيقية. حط مكلفن اختصر اسمه عشان اللي قام نحاول نراضي. كلمزن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حية ما لا التفسير الوحيد من الأسامي يا دي 73 أنا مالي علاقة هذا مو بلعبي. يا شيخ يا شيخ بسم بالله اسمه في بركة. الحين صوت أزرق 2-2 4-4 لا إله إلا الله. عنده هيل وعنده سراقية يسرق مني أجل على كذا واحدة من هذولي. عنده بيدق على لوكسول. آه يا أبوي والله الوضع ماشي. أنا استنس بالكشافيات بس ما شفت اللي عنده وعدد رصاصات كثير بعد بس يلا خلنا نقول حلو. أول ثنتين سكبناها ثالثة احساسي ان فيها فبرميها بدون ما استخدم الكشاف ابستفيد منه بالراوند اللي بعد. بس رجال هنا تجي الحنكة. لا بس يقدر يسرق الكج. لا تنتصر يا حيوان. بس عادي 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 انسرق الكشاف يخلي لي الهيل فهمت. واذا سرق الهيل بخلي لي الكشاف يعني في شيء بستفيد منه. عادي خذه هذا لك حلالك. ايه حط في عينك دخله عادي صح ما عندك عين. الله لا يوفقه الله لا يوفقه. طيب انا عندي هيل حلو. طيب واستخدم واحده. انا استخدمت واحده طلعنا ثنتين هو طلع واحده 3-2 جايه فيها الجايه فيها جايه فيها الجوي فيها خذ بوم القوم القوم. الحين هو بيعكس الفاضية أتوقع وبيرميها بنصير 1-1 يس بعد بصير 1-1 بيصير. هو استخدم فاضية وطلع 2 بتصير هذه الرابعة والحقيقية استخدمنا 3 أو 4 ولا
يعني كذا بخلص الراوند. ما خلص يعني بقي واحدة حقيقية وفزنا. بوم. ها؟ بس خلص الراوند صح؟ ما خلص. ما خلص. مكلفن. لا. مو كم استخدمنا؟ استخدمنا 30 طلقة. وشلون يقولي ما خلص؟ مومن. 50,000 ألقم ألقم يا 50,000 أنت واسمك منحوس ألقم. اسمعوا قبل تصوتون بعلمكم المرة الجاية بحط اسمي وكفى بذلك معلومة بحط اسمي انتهى. كمل الحين بعد ساعة بنكمل ساعتين وأنا على نفس الاسم كل شوي بنكمل نمدد نمدد نمدد. روح روح بسم الله. ما حسبته معي زين أنا أحسب الراوند خلص. بسم الله الله يعينه الله يعينه. أتوقع شوف شوف الاسم الاسم بحد ذاته يمكن يشيل منه حبة هيل ولا حبتين. وصلت بنقطتين حطها أزرق وما عليك حطها أزرق وما عليك. أنت ما استشرتني قبل كان بقولك لا تصوت أزرق لأن الأسماء اللي أنا حطها مشكوك فيها هذا السبب. 3-4 شوف شو المطور معطيه اعتماد كويس أحسب أنه كذا بيفوز. 3-4 3-4 شو مبدئيا كذا خذ عرفت مبدئيا كذا نكشف نسرق الكشافية وبيكلبشني القرد سعد فاضي فاضي شو تسوي شقلبها وجلدها بوم جاي ان شاء الله انها مليانه بوم وخلص الراوند. يلا 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 لا تقول لي طق تكفى طق الله يهد حيلك ويهد حيل الطق معك. انا ليه ما سكبتها دق على ركسل بيكلبشني وبيسوي فعاليات واجد بيجلدني بالثنتين وانا مكلبش وبلقم الله لا يوف الله لا يوف. طق طق من بيرمي دقيقة أصبح علقت اللعبة الظاهر علقت إيه الله يأخذ المطورين السفلة ثاني مرة تعلق معي ما أدري شو السالفة. بسم الله برجع أشغلها شكوى الله شو سوى ما عندنا لعبة ثانية وين أبو نقطتين كم باقي معك. اصبر قاعد اشغل اللعبه اصبروا مش قاعد لهم ريبورت قلت لا انها تكرش بس الظاهر ما قروا الايميل. يلا اشتغلت من جديد يلا يلا بدك ترجع اسمي يا رجال كالمه لو ما علقت ما كان غيرنا الاسم لعب لعب بس بعدين شاف الاهتمامات اللي معه. لا شف أنا تو منطقت اللعبة المفروض ما تلعب منطقية عادي تكون ثنتين فاضي يعني وش المشكلة 4-3 شفت كيف اللي ضد بوت لا اللي ضد بوت شوف طلع الأولى بغض النظر الحقيقي ولا العادي طلع الثاني نكشف الثالث طلعنا واحدة كذا واحدة كذا بقي 2-3 حلو البشة أبعطيه الأولى وبعكس الثانية اللي هي غالبا بتكون فاضية دقيقة في رد هنا بينحذر أيوة بعكس الثانية هي غالبا بتكون فاضية وبجلده بسم الله يلا 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 جلدي بسم الله 3-2 واسمع اسمع البوم اسمع البوم اسمع البوم اسمع 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 دعواتك أنت التحصيل اليوم الله يوفقك تحصيلي وفي كل حياتك تضع اللعبة في أونلاين قالوا بيضيفون طور أونلاين بس ما أدري متى وفي اللعب في نسخة ثانية لعبة مختلفة فيها أونلاين استقيماتها مو مرة كويسة عشان كذا ساحب عليها. يلا حلو خلصنا راوند لازم أكون مركز 2-4-4
أنا أكره راوندات اللي 4-4-4-3، أحب راوندات الرصاص القليل. أشوف الأكسل السابعة فاضي، لا أحسبه معي. ها لم نفسك ديلر عشان لو فزل ما يمديك تحط ديلر في اللعبة ذي. أتوقع العادية تقدر، بس خد ستيم ما تقدر، أدري ليش قال لي السابعة فاضي. بكلبش إن شاء الله أنه في ثنتين ورا بعض كلها موجودة كلها حقيقية. ولا سكب الجاية مشكلة، لو سكب وجيه الدور يا رجال أصفق بالثنتين ورا بعض. طلع حقيقية حلو، يعني راح اثنين حقيقية وواحدة بلانك. إنك البشني بيلعب مرتين. يا رب يا مطور يس القم القم، قايل لك بالهيبة بالاسم الشخصية. شفت مدريد لما يفوز مستوى زي الزفت يقول لك هذه الشخصية، أنا كذا أفوز بالشخصية، أفوز بس بالاسم الارتباك. قال لك خلني أجد نفسي ولا يجدني هو. باقي راوند، تعال توك، تعال تعال، باقي باقي تعنيف. والله شكرا قراطي صراحة. هنا هنا الحماس بلكود نيمز بالأخر خرابي. طيب السلام يا سعود وشكرا يا زورق. 3-3 شكرا يا زورق. يلا حي لوزين بقى نقطتين على يجي خيرها مالك. طيب 3-3 3-3 ويقدر يسرق. الله أنا واحدة. أوكي حلو 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 حلو. الله أنا واحدة فاضية كلبش. إن شاء الله ثنتين حقيقية فما يحتاج أني أعكس إن شاء الله. طيب هذه فيها. طيب طلعت ثنتين فاضية واحدة حقيقية. بس ما يقدر كلبش هذا المهم. أحا هي كانت 3-3 صح؟ واحدة كذا واحدة فاضيات. مفروض ان الحقيقية هي ال... لا ما بعكس ما بعكس، الجاي حقيقية. ما بعكس ما بعكس دي ما كرشت ما كرشت لقمني، لاني انا فلسف، اني انا فلسف، انا ما امنطق وهذه مشكلتي. جاي حقيقية ما بعكس، وقاعد يحس في مخه يقول لك لا طلعت اثنتين بس هي 3-4 ويحس باصلا كلها غلط. صوت صوت شوفوا ما غير الاسم لين افوز خلاص بصير بزر. اذا فزت بالثلاث راوندات وقتها خلاص انا اقدر اغير الاسم. اما يجي المطور يتروي اللي يعطيه ايتمات واللي هي النص سلامات رجال هلقك عجل. شو اسم اللعبة اللي فيها أونلاين؟ والله صدق إني ما أدري، بس لو كتبت باكشوت رولت وكتبت جنبها أونلاين بتطلع لك اللعبة اللي تشبه لها وفيها أونلاين، بس بالضبط والله ناسي شو اسمه. ما أبغى مكبرات لأنك ما أعطيها أشياء حلوة. أنا عارف اثنين بس عندي الموضوع. 3-4 3-4 دمجة بس أنا بيقدر يهيل. خذ سكب شكرا يا قاري على راسي. بشغله بث الصبح بكره تعال على عندنا عشان ترقص. شوف دام يتحمس يرقص من الحين. شكرا يا ابو قاري على راسي شكرا على التقافيت. وش مصوت انت عشان افوزك؟ بسم الله خذ اخي ابو انطرب. طيب عشانك خذ بس بكسر الصوت. مفروض نستخدمها ك حالة احتفال بعد ما فوز. دخن دخن دخن. 2-2 فايز. شوف 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 اذا جلد نفسه. شفت كيف يا جماعة قايل لكم هيبة الاسم هيبة الاسم. قبل شوي المطور ترول وانا بعد يعني غلطت عشان المحتوى، بس بدون ترول الامور طيبة يعني ايزي الفوز. طيب هذه فاضية سكبها. جاية نقول بسم الله وعلى بركة الله. 3-2-1 بوف. الله يهد حيلك
ما في ولا طب بالله خلصت كلها. اي عادي اجل شكرا انك مركز يا موساشي. لا حسبتها زبت باقي واحده. هذا اللي بيركز يقول لك قبل الجيم اصبروا كم 4-3 بس فزنا 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 فزنا. شوف حقيقيه تطلق بس لونها فاضي عكسنا. طلعت المنظار ما احتاجه يا رجال. أنا أقدر أفوز بدون الايتمات دي كلها. اللي أربع صرفت لكم أنا معليش. المهم إني فزت. بس راوند يعني. بقي الثاني. ما ركز فيها كثير لأني عارف إني بفوز وما أحتاج أحسب. بسم الله. شار. شار. إيه. اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة طلع واحدة بغض النظر حتى لو حقيقية مشكلة. حلو اسرق المكبر اللي عندي بس هو يقدر يسرق المكبر اللي عندي ما استفدنا شيء. فاضية ليتني سرقت التاك الصدق. اصبر اي ما اقدر اسرق شيء. القعادية حلو القعادية بس بسرق لوكسل ولا اسرق اللي لا اللي تاكس بستخدمها على طول ما ابغى. ثالثة فاضي وهذه حقيقية معناها الجاي حقيقية بعد دين حقيقية ولا ثلاثة اربعة اللي تسرق لا ما اقدر اسرقها. جا حقيقية بس كل امل انه يرول ويعكسها. الله يا رب الهيبة الهيبة ما يسوي الحركة هذه الا لما اكون انا موجود. بسمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد. يلا حيا ما يسوي الحركة هذه الا لما اكون انا اللي العب. وعليكم السلام يا شلام بوح. الراوند الاخير الراوند الاخير هل يكون اهواك الوحيد اللي فاز هذا البث ولا يفعلها الشاي؟ على بعد ما لعب 700 جيم اكيد بيفعلها. طيب الايتمات جيده اللي هي الكيف 3 4 4 4 4 4 4 وعند اللي تسرق حلو عند اللي تسرق. مبدئيا بدخل ما ابغى يسرق مني دخان وحيل بعد شوي. بكلبش بعطيه ثنتين بغض النظر عن ترتيبها، لو جبنا واحده كسبانين. اكيد 4 4 يس. واحده. احاول اتبع احساسي اكثر من اني امنطق اللعبه. مشينا بالمنطق بنقول واحده كذا واحده كذا واحده كذا بس بجلد ابد. لا منطق انا بعد ولا زفت نفهم ولا احساس نفهم. طلع حقيقي حلو حلو ثنتين يعني قمنا فزت. هات 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 يا فلسفة هات يا فلسفة شيل طش. بوم أكيد بوم ما عاد بقى إلا بومات أصلا. هات 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 هذا على عينك هذا على عينك رجال 2-1 بس الراند الجاي فزت ولا باقي شيء مطور فيها شو قضينا. جاني دبل يوم بقى بهيلة واحد شكرا يا مطور قصرت. 3-2-3 دائما احب ابدا بالحقيقية عشان مخي ما يلخ دعين. ثلاثة اثنين خل نفترض خل نقول انه صيني خل نقول انه صيني خل نقول الأولى فاضية خلنا نعكسها نجلد انكا انكا في منطقة في الموضوع
لازم تلعب بالمنطق، ما ينفع تلعب بالهبد رجال. لا ولا جوال ولا لوكسول، ما احتاج ما احتاج، انا احتاج المنطق واسمي والهيبه اللي افرضها بس. خذ يا عمر، خذ يا عمر، خذ يا عمر. قبل اور نوثينج، يلا اجين كمل، بنكمل طموحي انا السماء، ممكن اطلع لي بمليون مليونين. صوتوا عليكم السلام اللي سلموا وما ردينا عليهم، ما شفناهم الله حيهم. اكسل مادي على طاري لوكس، لعبت امس انا وياه لعبه الكلمات حقت ريحانو، والله لقمنا الجيم. ريحانو طلع لك كلمات كذا من تحت الارض، ما فزنا الظاهر ولا كلمه. طيب 2 2 3 4، 2 2 3 4. شوف عندي، عندي اشياء حلوه، بس من المقابل هو عنده بعد اشياء حلوه. عندك لبشات؟ لا. انت اللي تسرق؟ لا. لحظة لحظة، ما يستاهل هذا كله، هو بيموت. كنت شايل هم انه يهيل. اوكي انا حاسب حساب الدبل بستخدم، بس ما كنت ادري انه هيل اثنين. حاسب حساب اني بدمج اثنين وبيهيل، فقلت بسرق الهيل من عنده. يلا خلاص، ما عليه ما عليه. سنة راوند. أدوينز كالعادة أكثر جملة قريتها بحياتي طفشت منها. وفي كل لعبة، كل لعبة يلاحقني الفوز مثل الكابوس، النجاحات تطرد وراي طرد. خرب بيت القوة. إبعده. حلو حلو حلو. يلا أخسر الحين، ودي بس هل أنا أقدر؟ اصبروا. 4-4. هنا المشكلة، ما عندي اللي تسرق. حلو 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 مرة، أول طلقة ضمن دمج اثنين، إذا فاضي عكسناها. حلو، عكس ودبل، بعدين هو بيدق على لوكسول بيكشف واحدة. طز، كم كان ترتيب الرصاص؟ بوم، 3-2 كان. حلو، ما أقدر يحيي. 4. بس اصبر اصبر، الحين بنوزع ما عليك. دق عليه، صرت كلمة وكلمتين حقت البث، كلمتين كنت اخسرها كلها. حلو، وش الباقي الحين؟ وعكسنا واحدة صح؟ عكسنا واحدة كانت اصلا فاضي، فورمان حقيقية، هذه حقيقية وبنفوز. كيف التوتر بالله؟ كيف وانا اقول لكم طق بعدين اقول له بوم؟ شيء يعني ليه 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 كلها فاضيه ورا بعض؟ ليه ما فيها منطق كذا؟ طيب اخر جيم، يا افوز 6 راوندات ولا انا احذف اللعب. بس وترتكم صح ولا لا؟ يعني صنعت محتوى وهذا المهم. خلاص، القم 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 القم، خسرتك 15000، ما تكلمت الا دقيقتين، دي كلمتين. سرقتك زي ما سرقت كوبان قبل. طيب شوفوا ريحانو الحين، شوفوا المستوى كيف، مطور قدام مطور. قاطع عوضك الله، عوضك. حلو، طلقه طلقه. حلو نونو بعد، يلا كملها طلقه طلقه. شوف ما كلب، شوف ما مثلتين بكل بساطه الموضوع بهذه السهوله.
3 2 1 والله رايحان وما حتى الان. شو ادري انه جايه فاضيه بس بخوفك. موتك امزح معك بالزلابه. يلا يلا اللي بعده. بسم الله. البوشه مشروبه ابوبه مات زي الزفت. 3-3 3-3 وعندنا كلبوشة ما عنده اللي تسرق. هلا دكتور. رابع لايف. لا لا حلوة 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 فزنا. رابع لايف سكب الأولى غض النظر هي هي ولا لا. سكب الثانية وكلبشة والعب الثالثة الرابعة. حلو فاضيات كلبش كلهم فاضيين تلقى نفسك بشر بشر. بسم الله. إذا تبيها لا ما في رهان إسلامي. طب عادي سوي التنحية بس اصبر هذا أي راوند. اصبر اصبر إذا الأول عادي إذا الثاني لا. قاق رحنا للثاني. حلو صوت أجل أنا بقينا الثاني والثالث. ما خسرت هنا بتخسر هنا. فبس أحسب حساب إنك مصوت من الثاني يعني. وعليكم السلام يا نواف ورحمة الله وبركاته. يلا هي. طيب أيتمات فنانة. روح أزرق. أزرق من أوسع الأبواب 3-4. أزرق من أوسع الأبواب 3-4. أسرق الكشافية. عليكم السلام يا زورق. يا ربنا حمراء لأن ما حلو ما أبغى قد أتوقع بالجايات. 3-4 بتروح واحدة بتصير 2-4 تروح واحدة حقيقية. بسم الله. 3 إيه. واحد سمعني 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 زيد 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 صوت زيد صوت بوم رجلة رجلة. الحين بدخن واحدة بكون كأني دمجت واحدة عادي مستفيد يعني. طيب صارت 2-4 وهو طلع واحدة حقيقية صارت 1-4. معناها باقي طلقة واحدة حقيقية وأربعة أربعة ولا ثلاثة أربعة فاض. يا رب يا مطور فعلها. 1-3 1-2 1-1 القم طق القم طق القم طق خد على عينك. ما تعرف تستخدم سلاح كذا الناس يستخدمونه يا قرد. بس اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد بقي له هي الواحد يعني ان شاء الله فزنا. ابغى كشافيه ممكن يا مدير مره ولا تسرق ولا. طيب كم عدد ال 3-3 3-3 عنده أيتمات الأرض يخرب بيته. سكب 3-3 طلعت حقيقية 2-3 لا طلع لي حمراء عشان أطمن. 2-2 نسوي الحين نعكس ونعطيه ولا نعطيه شو رايكم؟ طبعا أنا أقول شو رايكم وأنا بجلده. بوم رجلة رجلة بالإحساس هي تجي. بزنا باقي راوند باقي راوند يبغى له قهوة. اصبروا باقي راوند يا جماعة اخر راوند على بركة الله. بسم الله عطنا عطنا بسم الله. 1-2-3 فصرت. لا حليوة حليوة دام انها اكتملت بلي تسرق. حلو 3-4 3-4 وش ايتماته هو 3-4 ما فيه اللي تكشف. في لوكسل أسرقه منه. أسرق منه لوكسل. ثلاثة على أربعة 7 فاض. 3-4 طلع الأولى. ثلاثة على ثلاثة. حلو
حلو حلو. الحين دخن وجذب كلبشه وجذب ثنتين، طلعنا ثنتين فاضيه. طبعا دخن نافعني بس عشان ما يسرق. بسم الله بوم وبوم شاب. طيب ثلاثه طلعت، طلعت ثلاثه فاضيه، الرابعه اكيد فيها، يبقى الخامسه السادسه. يكلبشني ويجيدني بالخامسه السادسه، والسابعه هذاك قال فاضيه. يا رب تكفى سممه، تكفى سمم يلطق. رجال رجال القم القم، ما تبلع حبوب انتهى صلاحيته. طيب هذه الخامسة، السادسة غالبا فيها، السابع اللي قال فاضي جلد. طيب عادي عادي عادي، عادي عادي عادي. كان كم كانت، 4-4 ولا 3-4؟ يعني المفروض جاي الأخيرة صح؟ أوكي يعني خلص الراوند، خلص الراوند تمام عادي، يعني أنا اللي ببدأ اللي بعده فلي أفضلية، بس لازم يعطيني اعتماد صاحية. أيوة بس 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 رصاصتين، يعني غصب لوكسل بيعلمك وش الثانية، إذا عرفت الثانية بتعرف شو تسوي بالأولى. هلا والله اي والله اني اعرف وش اسوي بلولة. تعال 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 اعلمك وش بسوي بلولة. تعال بوم لكم ريحانه هنا، استقعد لك مطور، نزل له مطور كذا الفكرة. بسم الله الزع اللي بعده بنكمل بنكمل. روح يلا اسم ريحانه، يبدو لي في بركة يعني زي اهواك في البداية. على بركة الله خلنا نشوف كلبشات ومشروب. رصاص والهيل كم؟ الهيل 3-3 تمام، 3-3 سكب واحدة عشان نخلص بدري. ثلاثة تكفى لا تكفى. لا 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 لا، ثلاثة ثلاثة ما تجيب لي ثنتين حقيقيات ورا بعض وكلبشني بحقتي. يقولك المطور في بركة، راح حط خمس، حط 50,000 أحمر معك، ما خلص الرهان. القم 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 يسبك، القم يسبك، القم يسبك، سوي حنك على مخي. طيب كذا خلصت الحقيقيات، أجل الباقي كله بيعكسها بيعكسها، الله يهد حيله. بس ما زال ما زال ما زال، لا والله زال عنده دبل دامج. وزع والله زال، ايش اللي يقول لك ما زال ويقهرني. كلبشني بكلبشاتي ودخن دخاني، يخرب بيت الإهانة يا ريحانة، والله حيل قوية. يعني مع احترامي لك كمطور، بس هناك من هو أقوى أو هناك من هو أغشش، يعني عشان نكون واضحين أكثر. اللي بعد اللي بعد اللي بعد عبسود، اللي بعد عبسود تعال. بسم الله كل شوية تقول آخر جيم وتكمل. أقاق أقاق أقاق، حد عنده إيميل مطور؟ لا زيك هو ما له طريق توصل عشان يترول براحته. أسود يعني أحمر، والله ما أدري على وجهة نظرك. أقرأ الساعة كم عليك، كم اللعبة كلها خلاص. كنت ناوي أغير على آخر شيء على حسب السيناريو اللي بخسر فيه الصدق أو اللي بخسر فيه عبسود. يعني راند الأول أنا نشوف إيش عندنا. واحد اثنين، شاء الله على اعتماد يا عبسود اللي زي الزفت، بس إيش فعلك يعني اللي يسرق. اثنين اثنين، حلو حلو حلو، على عادي عادي، راضي 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 راضي. اثنين اثنين قريبا نقدر نسكب الراوند كامل. هي فاضية كلب شو وعطى ثنتين. تذكر وش سويت فيني قبل شوي او وش سويت بريحانه؟ يعني
القم بوم عادي 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 ما تبومم هذه تبومم اللي بعدها هذا البومبوبية اخم بوجه لا خلى وقت الحاجة عادي 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 مبدئيا كده خذ كيف بعدين تقل لكسل الرابع قصرت ما كنت أبغى الرابع تخيل الثنتين الأولى فاضية وهد حالي زين زين خلاص فزنا 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 يلا 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 جلدي عبد كسوت فاز بالراند الأول الثاني على بركة الله عندنا هنا اثنين واحد حلو طلقة واحدة طلقة واحدة بس المكان بحاول أسكب الراند شوف الحنكة شوف الحين بالله شوف الحنكة هذا رصاصة بيبقى عادي 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 عكس الأولى الحين باقي ثنتين فاضية هذه نقدر نعكس جاي اسكب ليه حنكة صدق تقدر افوز لو استخدمت يقول حنكة يقول حنكة بعد لو كشفت قبل كان احسن تثبت الكيك المفروض كل بثوثي على المكانين بس البث خليته على تويتش نقطع اخر فتره بثيت مكانين قلت وقف شوي هي كانت اثنين في واحد طلعت واحده حقيقيه وعكست فاضيه الحين ثلاثة أربعة صح انا ثلاثة أربعة فزنا فزنا بس فزنا بوم خلاص ما يحتاج تحسب اللي بعده راوند الاخير راوند الاخير راوند الاخير راوند ستيفان لا ما جربت اصلا شفت بثوث قديمه ايام البيت اللي قبل بس ما تحمست اجرب ايه يلعب سود سلع كاسي ازبل ايتمات 3-3 عنده كلبشة ودبل لا إذا الوضع سيء رابع قصرت شباب الرابع بس وقعوا الأولى ها ترايكم عبسود اختر لأن اسمك فاضية أرجلة ثانية ثانية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بصير واحدة اثنين والرابعة ثانية ان شاء الله بس ارجلة كويس بيكلبشني دبل الحين هو بيلعب الثالثة الثالثة في احتمال انها حقيقية الرابعة فاضية الا لو المطور اعطانا اثنتين فاضية وسوى فينا خير بدل ما نلقم زي كذا ذكروني في لعبة شات أبغى ألعبها معكم ذكروني بعد الجيم جربها الرابعة فاضية أوكي قمنا قمنا يا أبسود وتكفى القم القم بس الجاية جاي شوف بفترض انها فاضية وبعكسها وجد ولا عبسود اختر ما تحتاج ما تحتاج تحميل اعكس ودمج ولا دمج على طول انا ما حسبتها ناسي ما اعكس انا ما حسبت حتى تحسب وتقرأ شات وتلعب وايتمات هذه متعبة المفروض الحسبة عليكم فنان
فنان فنان مزنا مزنا وزع 46,000 ندبل روح ندبل. أنا نسوي كذا مبدئيا لين ما يخلص البتاع. طيب حلوين اصبروا 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 لا لا لعبة الجات بعد ما ألقم. 2-2 3-3 حلوين حلوين. إذا هي بحدود 3-3 مقبولة شوي بس لا تصير 4-4. ما أدري بنعتمد على الإحساس مبدئيا. بسرقها عشان ما يستخدم. لو أنا بعتمد على الإحساس فالأولى أكيد أنها حقيقية. مضمون مضمون مضمون. يا أما كلمتكم عن إحساس اللي ما يكذب. ملقم 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 ملقم. ليش عكستها دام انك شاك يا قرد؟ ليش ما عكستها؟ بس حتى عبسود عنده نفس موضوع الهيبة نفس موضوع الهيبة كذا اللي يلعبون بقاق سبحان الله. خرب بيت اللعبة اللي تقويك وتصنع لك شخصية. على بركة الله عندنا بساتر 4 هيل طلقة واحدة. مبدئيا كذا على طول على طول على طول لوكسوري واسرق اللي تكشف. ثالثة فاضية سر كشف. مشحونة. أنا ما أبغى أعطي طلقة مشحونة. الحين خلاص بيجي واحدة فاضية. خلي صور جنبها. هذا بعد ما كنت أسمع اللي تسمعه. صوت العشوائي ما أقدر أسمعه. بس الباقي أقدر أتخيل. طيب حلوين. طيب أربعة أربعة هذا مشكل كبير. بس عندنا بس فزنا. لا ما فزنا. وشو فزنا؟ ركزوا معي. ركزوا معي احفظوا حق لوكسو. ثالثة حقيقية. ف عكس الفاضية اللي الحين بسرق منه الدبل دمج. بسرق الدخان عادي عادي لأن بسرق دبل دمج منها عشان هو ما يستخدمه وإن فائدة الدخان بتصير 50%. طيب أوكي. الحين هذا قال لي الثالثة معناها الجاية هذه ممكن تكون فاضية. بيكلبشني بيلعب الثنتين هو الثاني والثالث. اوكي اطلعها فاضية جاية حقيقية. الله يهد حيلك. شكلنا شكل دقالة لوكسل دقالة لوكسل. شكلنا بنستخدم البوب. سرقها يا رب. تكفى يا مطور تكفى سمع الله يرحم والديك. تكفى تكفى. أقول لكم لعبة شات تذكروني ها؟ جلدني بالمعلومة اللي معلمنيها أنا لوكسو. خذ
فاضية بكل بساطة. الحين ما أدري كم اللي راح. سام شينا متعادلين في الهيل. بقي واحدة واحدة. لا هي. باقي دور. إذا باقي دور معناه أنا فاضي وبعكسها. صح؟ لا خلص. بسم الله. بسم الله. بوم. يعني لك متعادلين. وبيبدأ الراوند الجاي والبداية من عندي وبجلد. مازال مازال. وشو باقي؟ هتلاحظون ترتيبها عادية فاضية عادية فاضية عادية فاضية. خلصت المفروض. طيب اسمع أبغى هيل يا مطور. أدري إذا تقدر ولا لا. أنا ما أبغى أكلف عليك بس هيل. بس هيل. بس. طيب عندك الشافية. بس فزنا. فزنا فزنا فزنا. إن شاء الله يعني. خير تعلمني الثانية. يا عمري عليك. بس لا أنا ما أبغى الثانية أنها تكون فاضية عاد. لا لا خلنا خلنا. حلو حلو عادي عادي. خذ الكشافية. لو إن هذه فاضية والثانية اللي قال لنا لوكسر فاضية أكيد الثالثة فيها. بس فزنا. اديني اديني يا واد اديني يا واد. تعال 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 قرب 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 راسك الكبير. عطني رويسك تعال. بسم الله. وين 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 فطيسة قسم بالله انه معبر. بسم الله. اخلص اليوم يعني اخلص اليوم. اذا بكل بساطة. اذا بكل بساطة باقي راوند الاخير. الاخير وبنفوز وبنقفل. حتى لو فزنا ما في تكملة بناخذ الفلوس ونمشي. حلو حلو مقبولة مقبولة مقبولة. أنا ودي بالأفضل الصدق يا مطور بالله. اثنين لا تقول لي عنده دبل. ثلاثة على أربعة عنده دبل دمج عادي. ثلاثة على أربعة مبدئيا كذا يبغى لها لوكس. ثالثة حية. أنا طمعان ودي أرمي الأولى على نفسي الصدق وكلبشه واعطيه الثانية الثالثة. ايش رايكم؟ لان لو كلبشت الحين لعبت الاولى والثانية يجيه الدور بالثالثة وهي حقيقية. مبدئيا بدخن عشان ما يسرق كبدا. طور لا تغدر. رجل 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 شوف بدمجه وبيسرق مني الحبوب وبيتسمم بيموت. عادي عادي مرة ما عندي مشكلة. والله والله كانت بتكون حلوة لو كانت بتكون حلوة لو سكبتها كنت بعطيه الثالثة الرابعة كذا فوز. اختامية ريحانة لا ريحانة يبغى لها بث منفصل بعدين ان شاء الله. سكب فاضية فاضيتين وهذه مليون بالمئة حقيقية لازم. طلعت أنا ثنتين وهو طلع الثالثة. أنا رميت واحدة وهو واحدة. فبنسبة كبيرة الجاية المفروض تكون حقيقية. أما حياة انتصر الصديق أما لقمة تغيظ العدا ونحول على اللعبة. الله يهد حيلك الله يهد. ليه يعني باقي واحد واحد مشى خلي الطق هي اللي الثانية. لازم تفلسف يا مطول لازم تعمل لي فيها فتوى. بسم الله تعالوا نجرب تعالوا نجرب قبل الختام. اللعبة قد لعبت ديمو حقها من زمان بس ما كنت أدري أن الشات يلعب معك. بنجربها تجربة سريعة عشان نشوف هل نعطيها فرص الثلاثة الجاية ولا لا. كذا الفكرة. بس ما قصر عبسود يعني حاول وصل قدام. على بركة ال تمنت في اللعبة ما تشتغل خلاص اشتغلت. بسم الله وعلى بركة الله. حلو حلو باللعبة. حلو ماي صوت عالي طور صوت عالي. ليش اللي يبدأ زر بي وش الحنكة هذه يعني؟
كذا مبدئيا باك تيبلاير. لا أصبر تقول ما أدري شلون أصلاً ألعب مع الشات. لا أصبروا بسرش يوتيوب على السريع كيف أجيب تويتش ثانية. أب تويتش إنتجريشن. لا كلمة ها. Okay. ايوه. I'm going to take this city plan and turn off this. هذا داخل سيده ما علمني شلون. هيكون لازم التوتوريال. اصبر. قفلت اللعبه بالغلط. اي والله اللي عنده بالشات بس شلون يدخلون؟ اشرح لي وشلون؟ ايوه عليكم السلام مره ثانيه. اوكي وي جونا جيت ا واش بيسن. هاي كم هير جيف مي ذات. عنده ريحان وكناوي حقينا بس ما اعرف شلون دخلهم. لا كلام. خلينا نشوف الأوبشنز. أشوف المقطع الثاني نفس الحالة. إذا بلان تو بيجن. أتوقع أصلاً بكل الأحوال لازم توتوريال. خلصنا. ولا؟ فيبغالي ألعب بعدين. ستريم واضبطها لكم واجي. ايش رايكم الموضوع؟ اسم اللعبة اسمها بليت اب. Game using code show. لا ما ابغى هذا. صدقوني الا يبغى لها كذا. دام الوضع كذا بسم الله على بركة الله. قفل اللعبة يا مدير. تعالوا معي. الله فاتتكم لعبة جامدة بسم الله. prediction يفوز يخسر صوت. home in the game go to menu select advanced and select open chief under twitch integration. ما طلع لي هذه كلها. تبغى شيك عشانك تشيكة سريعة. يمكن على فكرة يمكن لازم صدق خلص ستوري لأن طيب كانت اوبشنز ومالتي بلاير اللي هو العادي تلعب مع فريندز والسنجل بلاير ما كان فيه ادفانسد. استشيك السريع على ما تصوتون بشكل سريع. طيب لا خلها تولي. طيب اوبشنز ادفانسد شكرا لك. تويتش انتجريشن يا اخي اقسم بالله فنان الفنانين. يا شو اسمك انت؟ اسمك انت يا ابو قاري. يقول لي سجل دخول. طيب خذ ريبي مات على عيني. والله ان حتى الباسورد حقي ناسي بس ان شاء الله انه هذا. الحين بيقول جيب جوالك وحط الاكواد. انا داري. اصبروا. والله كان بيجيكم زعموط انتشر زبيكة بس دام ان علمنا الطريقة. ادفانس صارت داخل الاعدادات ما كنت والله منتبه لها. حسبتها من الاشياء اللي تجي برا. برا كان في ثلاث اشياء بس. طيب وين تويتش؟ مفروض انك تدخلني كذا يا مطور صح ولا لا؟ رايز خل هذا الصفحة على جنب. اصبروا يا شو اسمكم. طيب هذا اللي قاعد اسويه يا مطور. ايش تبغى اكثر من كذا؟
زت كيو صفر قول جيجا كيف تدخلون تعجب فيزت واحد منكم يكتب خلونا نجرب تعجب فيزت ما يطلع إن في أحد ماسك الطابور. طيب أصبر. طيب باك. هنجرب. طيب. عشان ابدا اصبروا عشان ابدا حد يعرف عارف شلون ابدا بالله قول complete the plan to begin بس ما ادري وش يقصد اي بلان او ما ادري كيف اكملها يعني اوكي الظاهر لازم تستوريال عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لازم اطبخ تعالوا بطبخ معكم لين يفرج الله ايش اللي سرع المفروض في شيء سرع صح لا وين نحط هذه وصفه صح يهر بوريكم لعبه حلوه بسم الله خليه يولي طيب تعجب فيزت الحين جرب ما تشرح لي المطابخ لعبتي صار دي على طول بسم الله وشان نطبخ وشان اطبخها على صحن ولا بدون من ذا اللي جاني بدون اسم ليه تبغى تبغى سم ابوي شو يبغى اصبر عندي لك شيء تبغى هو ما عندي الا هو اصلا الستيكات خذ وين الباقيين انتم وينكم شلون ادخلكم اي والله جايين سادة وش تبغون مفروض اساميكم هنا يبغالها بث صباحي قذر دقيقة هذا يبغاها ولد النيل مش ما في اسم مدري انا فزت حقت الربط وتشتك ان فزت الجميع هي الكل حد وحد اصبر انا بقعد اجرب على روسكم ما هي 4 دقائق اذا عرفنا الطريقه خلاص نخليها بثها بعدين بسم الله اطلع هيك شنس هست كنا مطولين اصبر عشان طيب في اريبيان ماد وش تبغى يا مطور اكثر من كذا
اصبر اصبر شكله قاعد يربط قاعد يربط كالمة ها اول جزر طيب هذه ما لها دخل وهذه ما لها دخل بس عليه يربط قناتي ليش توك رابط بيت. اصبروا انا صامل انا صامل انا صامل لاني جيبها لي طيب شيل اربط اربط حساب الشايب تمام زت اول كل شيء بالاعدادات تمام لو نجرب اخر مره اصبر معلش مره ثانيه ثانيه اذا ما ضبطت المره خلاص نقفل وبقعد قاعده مناسبه بدي طيب تعالوا 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 مو بالآن كان تعجب فيزت اوكي جرب الحين على بركة الله وش اطبخ وش اسوي عندي شيء اطبخه هنا الثلاجة بس كريمزن جاء عسير جاء ذابحهم الجوع اول اثنين واحد يبغى السادة واحد يبغى البنية البلدنية اصبر اصبر جايين مع بعض اصبروا هذه حقتكم صح وش ينتظر ليه ما ياكل وش تبغى هذا يبغى كل ما أخوك يا عسيري تتشرط بيدخل معنا تعجب فيزت يا بوي فحمة هذه خذ أولى للدن أدنى من شيء ما ياخذ ما ياخذ عسيري أخر شوي بالله معلش معلش بحطها لك حارة وخر 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 يا بزر بقدر أطرد خذها وص تبغى ذي حقة عسيري حلوة شوف الجماعة انتظر ما عندي كراسي المعدرة يا أبو قاري بس الجو زين برا مطار أطرير أنت في نفس اللي في الصورة على اليسار شكلي حرقتها أبغى دقيقة ما عندي صحون خلصت يا كريمزن شكلك خلصت اكل ولكم حلو احتاج الصحن قاعد ساعه ردت طيب اصبر اطلع 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 ما ماني معطيك طلبك اطلع خلص اليوم ولا واحد استلم الطلب حقه تخيل ان نص ساعه للعبة هذه ما اعطيت ولا واحد الطلب حقه قفل 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 هذا نرجع له بكره يبغى لي اكبر المكان اوف ستريم وازيد طاولات بعدين نبدا نبثها واحد من البثوث الجايه بس متى ما ادري ما اتوقع قريب لان قريب مجهز ديموات واجد نشوف لها بث الصبح العصر نحاول نخلصها عندي ديموات وعندي العاب ما لعبناها ما لعبتها يعني ولا مره نشوف لها وقت أشكركم جزيل الشكر على التواجد على التفاعل على كل شيء شكرا قاري على العشرة قفتات اللي أنا بعثتها عليك وما أدري والله إذا واحد من الشباب ما في أحد من الشباب هو يا حاتم يا قراطس ما أدري إذا واحد منهم بث بعد العصر ولا لا بس تعرفون حساباتهم فما يحتاج أعلمكم أنا خلصنا خلاص ونشوفكم إن شاء الله البث الجاي بكرة أو بعد اللقاء